بمدينة فاس عقدت جمعية المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم الأحادية النشاط جمعها العام العادي برسم موسم 2022-2023، وتم خلال هذا الجمع تلاوة محضر الجمع العام للموسم الرياضي 2020-2021 وتقديم التقريرين الأدبي والمالي للفريق ومناقشتهما والمصادقة عليهما. تمت المصادقة على التقرير الأدبي والمالي للجمعية لهذه السنة، ومن بعد المصادقة على هذا التقريرين لم تتوصل إدارة فريق المغرب الفاسي بترشيح لرئاسة المغرب الفاسي. إذن ارتأى الحضور الكريم أنه يولي تسيير لشؤون الجمعية لوحد اللجنة. الحدث عرف مناقشة حصيلة الفريق على مستويات مختلفة، وكذا محاور أخرى تتعلق بالبنية الأساسية والملاعب والتجهيزات الرياضية والبعد الاستراتيجي للنادي والآفاق المستقبلية، إضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشري للفريق بمختلف فئاته. كما وافق الجمع العام العادي على تشكيل لجنة أسندت إليها مهمة تسيير شؤون الفريق اليومية لمدة زمنية لا تتجاوز السنة بعد تعذر تقديم أي ترشيح لرئاسة الفريق وانتهاء المدة الانتدابية للمكتب المسير الحالي المحددة في 4 سنوات.